معنا واحد بيدعي ان هو مروض جن وبيتعامل مع الجن ومش عارف. طب احنا الكلام ده مش مصدقين، عندك اثبات ممكن تعمله؟ هيقول لك شوفوا لو عايزين احرك لكم حاجه هنا ممكن احرك، اتفضل هيحرك البتاع. فدي اول خضه، وانا بنتخض يعني ان في حاجات بتتحرك. عندك ثلاث خضايد من الاخر. اوكي. اقول لك لو عايزين اوريكم الراجل اللي بيعمل كده ممكن، فهنجيبه في معانا قزم كده اكشن اللي هو فين هو هيتكلم. يقول له عايز حاجه يا عم جمال، فهنا في خضه بقى رهيبه. فبركات بقول لك ايه، انا ما بحبش الهزار ده، ونخرج عند الباب ويفتحوا الباب يا جماعه مش عارف ايه، هيرجعك. طب تعالى اقول لك كلمتين نرجع، احنا ما كنا بنعمل معاكي مقلب ومبسوطين ان انت. طيب ماشي، لا لطيف. اهلا بيكو، ضيفتنا النهارده مش هفرش لها كتير ومش هرغي كتير، هقول بس جدعنه، بنت بلد، اصيله، طيبه، حنينه. انا شكلي فرشت كتير صح؟ جودت كتير. جودت بس فعلا هي تستاهل كل الحاجات اللي بقولها دي، لان هي انا اعرفها من سنين، يعني هي صديقه قعدت معاها كتير، كل ما اقعد معاها بكتشف المعدن الاصيل اللي جواها. عشان ما نرغيش كتير، ضيفتنا النهارده الفنانه مايا كساب. هاو ار يو؟ اي ام فاين ثانك يو. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وانت طيب يا كوتش. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الصعوبه من ان انت بتمثلي كوميدي وليكي ادوار كتير بتبقى ادوار كئيبه. انا ليا ادوار كتير كئيبه؟ ليكي، انا شفتك في ادوار كئيبه وشفتك في الكوميديا. الاسهل اللي توصلي للناس الكوميديا ولا الكئابه؟ لا، الكآبة سهلة جدا على فكرة. انما صعب فعلا يعني الدراما، يعني دور درامي او تراجيدي كده يعني بيبقى سهل، لكن الكوميديا هي اللي صعبة جدا. يعني المقولة فعلا يعني صح، اللي هي اصعب حاجة ان انت تضحك اللي قدامك. طبعا دي اصعب حاجة. ليه صعب؟ لان بص، اللي بيضحكك ما يضحكنيش، واللي بيضحكني ما يضحكش غيري، فهنا الضحك متفاوت يعني. فالكوميديا بتبقى اصعب حاجة، لان انت بتبقى نفسك كل الناس تضحك على اللي انت بتعمله، فلو ما حصلش ده يعني تحس ان انت فاشل. طب ايه اللي بيخوفك؟ ايه اللي بخاف منه؟ ايه اللي ممكن يخوفك في الحياه يعني؟ عامه بره شغلك بقى أو. حاجات يعني ممكن اخاف منها؟ ما بحبش القطط، بخاف من القطط جدا. عشان بتنونو؟ لا يعني ما اعرفش، هي غداره فبخاف منها. بتخربش؟ بخاف من الكلاب. عشان بتعض؟ بخاف من الضلمه. عشان بتعتم؟ هو ده قلش. سوري. خافي من ايه تاني؟ فكري. ما احبش المغامره يعني كمان، يعني مش ممكن يعني ما احبش اروح الملاهي واركب العاب وحاجات كده تخوف وحاجات مني. سيبك من الحاجات دي كلها، انا لا هوديك الملاهي ولا هلاعبك العاب، وهجيب لك المغامره لحد عندك. بجد؟ موضوع كده من ساعه ما سمعته وانا مستغرب منه جدا. يقول لك واحد بيروض جن، والجو اللي هو بتاع اللي انا بعتبره دجل وسحر وشعوذه والحاجات دي، سمعنا عنه وهو عايز ان هو يعني يقول للناس ويوري ناس مقدرته. قلنا له اوكي هاتوه، فايه رايك يخش علينا كده ويقعد معانا ونشوف بقى ده هجاص ولا فعلا هو بيروض جن والحاجات دي كلها. تمام. عم جمال اتفضل. عم جمال. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم جمال؟ ازيك يا فنان؟ اهلا وسهلا، زي حضرتك. كل سنه وانت طيب يا عم جمال. وحضرتك بصحة وسلامة. رمضان كريم. الله اكرم. انت عايز تنام يا عم جمال؟ لا يا فندم، ازاي؟ العفو. امال داخل هادي قوي كده؟ لا، الحالة بس مسيطرة عليها بعض الشيء. يعني الهدوء ده مش جو القدرات الخارقة اللي عندك ومش عند حد؟ بالعكس، بس الموضوع مش هو أشجاد الدجل وشعوذة وكهرباء وحاجات، لا خالص، موضوع أبسط من كده بكتير يعني. طب حضرتك بقى يعني ما مفروض أن أنت معاك حد يعني؟ الحمد لله. مسلم بقى؟ جن مسلم؟ إن شاء الله مسلم. بجد؟ لا الحمد لله. بتكلمه يعني بقى وكده؟ انا الوحيد اللي بقدر اكلمه. وبيقول لك حاجات يعني؟ تقدر تقول لنا حاجات؟ طبعا. يعني تقدر تقول حاجات عليا انا؟ تعرف حاجات عني؟ طبعا. طب مش ورينا تشوف ايه يعني؟ قول لي مثلا قدامك اهو.
يعني قول لي زي كده تشوف ايه هو كلام بجد. تزنقيه مي ولا ايه؟ اه بزنقه. بتزنقيه ولا ايه؟ لا بحاول يطلع اللي عنده يعني. لا لو عايز اقول له طب اثبت لنا ازاي، اثبت لنا حاجه كده. اه 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 ماشي ما تقلقش، اصل هو سيب نفسك يا استاذ سيف، استنينا منه سر يقوله وهو اكيد مش هيقوله. لا يهجس معايا. لا انا خايف بس ينام قبل ما نكمل يا سيف. لا يلا يلا عم جمال هيتوتر. مش حضرتك ممثل؟ مش هو ممثل؟ ايوه. طب خلاص ما تقلقوش، ما تقوليش لحد هيرتجل يعني. يلا يلا 5 4 3 2 1. يعني تقدر كده تقول حاجه عني يعني وكده؟ اه طبعا. طب قول يعني. لا لا استنى، هيبتدي يرطرط بالكلام. لا لا هيبتدي يقول عليها كلام. هنروح فاصل وهنرجع لكم تاني علشان نشوف ايه الكلام اللي هيقوله على مي. استنونا. كات. معانا النهارده مي كساب. كده بتهزي. انت لسه راجع من شرم الشيخ مثلا؟ حاجات كده. اقول لك الحاجه، انت لسه جايه من شرم الشيخ، الحاجات بتاعت اللي بيقروا البخت يعني. في سفر هتسافري في رمضان؟ هقول لك انا مسافره فعلا في رمضان. عارف حاجات كده يعني. هنبتدي بجد، نبتدي بقى نشوف. يلا 5 4 3 2 1. رجعنا لكم تاني، وعم جمال كان هيبتدي يقول شوية معلومات عن مي. مش عارفين المعلومات اللي هيقولها دي بجد ولا هيضرب أي كلام. تعرف ايه طيب؟ على سبيل المثال ان الفنانة مي لسه راجعة حاليا قريب قوي من شرم الشيخ، وان شاء الله خلال شهر رمضان برضو هتعمل سفرية. سفر تاني؟ هتسافر خلال شهر رمضان. انت مسافره مي؟ صح. بجد؟ في معلومات. ثانيه واحده ثانيه، هاخد بس من سؤالك يا كابتن عشان اخد رياكشن مي كويس. ماشي. انت مسافره يا مي؟ 5 4 3 2 1. انت مسافره مي؟ صح صح.